ياتين خيسوس نافا ماذا فعلت في كورة صاروخية؟ هزت شباك الكوريين في الدقيقة 85 على كورة الإسبان على ضربة الثورة الإسباني. الماتادور يضرب بقوة في مباراة ودية دولية بتسديدة قوية بعد أن ضاعت من دافيد فيا. اللاعب خيسوس نافاس من إشبيليا يجعل الأمور تتغير في الدقيقة 85. شوف الإعادة من جديد، لا تعليق لكورة في 90، لا تعليق لضربة مش ممكن على كورة خيسوس نافاس. 1-0 للإسبان في زمن الحديث عن كوريا والإنجازات. يأتي خيسوس نافاس ويسجل هدف لمصلحة المنتخب الإسباني حيث يصل للهدف رقم